صح صح طبعا طبعا اجواء جميله جدا مثل ما حكت نرجس، ما راح تقتصر ابدا على عمر معين ولا حتى على جنس معين، كبار صغار رجال ونساء قادرين اليوم يستمتعون في داخل كل فعاليات موسم الرياض، وتحديدا بهالمكان اللي يتميز بروح الالعاب الجماعيه. لا تجي لحالك، تعالوا انتم مجموعه كبيره معك، لان المكان في العاب تفاعليه يعني تحيي فيها الروح الجماعية. 10 أشخاص، 15 شخص، 20 شخص تجون لهالمكان تحديدا قادرين تتحدون وتلعبون مع بعض. يعني شفنا مثل ما حكيتي أمنا كول أوف ديوتي، ألعاب قتالية برضو طبعا، يعني مجموعات كبيرة ممكن يتشاركون في لعبة واحدة، وهذه متعتها.